casse tout ça. Ouais, déjà pour faire la tapis, tout ça, déjà. Voilà, la gars, pêche ça. Pour le moment, c'est vous faites la prière deuxième ou premier? Je sais pas, je veux pas. Si vous faites deuxième, ouais. Et vous faites vidéo pour moi, et le premier tacou jusqu'à la fin, s'il vous plaît. D'accord. Direct, direct, papa. Na zoom पढ़ रही है ना. என்னம்மா இடம் இருக்குதம்மா? Vous savez, le temps de parler de parti, là, le bâton de lui et le manifesté sont gentils de laisser le parti. Maintenant, on dit, on met le frère là-bas, à l'idée, mais pas garder le retour là-bas, à l'idée. Parce que le magasin est ouvert, il ne faut pas déranger. Donc, les frères qui sont là-bas, ils assistent. Le magasin et les frères qui sont là-bas, ils voulaient laisser le retour là-bas, c'est pas normal. عباد الله ومغادون إلى المساجد يكبرون ويهللون فيبشرونهم برحمة الله تعالى وعندها يفتح المؤمنون بهذا الفضل العظيم. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبالله من يفرح. والفرحة الكبرى في دخول الجنة من باب الريان فقد أكرمه الله تعالى فحص في الجنة بابا لهم لا يدخل أحد غيره تشريفا لهم وإظهارا لعلو منزلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الكريم الغفور قد غفر لنا الشهور ووعدنا الصالحات وأتم علينا bien serré là-bas. Le pied doit être dans la ligne jaune là. Les talons vont être dans la ligne jaune ici, ceux qui sont à l'extérieur. Le tapis, pas besoin de tapis là, vous n'avez plus de ligne après là. Thank you.
C'est la deuxième prière. Le boss. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن دروس رمضان وعدته قائمة بيننا وذلك من خلال ما يبدو من الصوم بعد رمضان. فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أكرمه ستة من شوال كان كصيام الدهر. ويندر كذلك صيام الاثنين والخميس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي على الصائم كما يندر صوم ثلاثه ايام من كل شهر. كما رواه رضي الله عنه قال اوصاني قريبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه نفسه وصلى فيه ملائكه قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه فقد الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رضي الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وعافية في البدن ولنا في العمر والذرية. اللهم زدنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. اللهم اجعل زادنا التقوى وزدنا ايمانا ويقينا وتسليما وفقها. اللهم اسلم لرب رحمتك وعزائم مغفرتك والسلايا لك من كل اثم والغنيمة من كل بر. اللهم اجعل الجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعل الغنى إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة إلا قضيت ويسرك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله